اللهم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد. اليوم غير، اليوم الجزء الثاني من سلسلة شرطي حرامي فلة بور، ولكن مع بنت بور. طيب كلكم تعرفون فكرة المقطع، ولكن اليوم في حاجة مختلفة ولازم نرحب فيها مع بعض. يا جماعة الخير، اليوم نعلن لكم عن أصغر صانع محتوى في اليوتيوب. اليوم يا جماعة الخير نرحب ببودي الصغير دخول. بتحصلون الإعلان يا جماعة حق دخول مودي بالوصف تحت، لا تقصرون معنا باللايكات وبالتفاعل أشياء طيبة. طيب عزيزي المشاهد، بإذن الله لنمتعكم بالمقطع اللي بتشوفونه اليوم، ولكن نعطيكم القوانين. أهم شيء، أول شيء يا جماعة الخير لازم نعرف إن عندنا بطل البطولة الفايتة أسامة 11,000 ريال. طبق المقطع اللي فات هو كان المركز الأول وفاز بكم؟ 11,000 ريال. فلذلك يا جماعة الخير اللي بيصير اليوم كالآتي، جميع المشاركين هنا راح يكونون باللون الأصفر. حلو. ما عدا أسامة بيكون باللون البنفسجي، وأيضا مو بس بيكون لابس اللبس البنفسجي غير عنكم يا جماعة. أسامة راح تلبس تاج اليوم. ما خلصنا. اسمعني يا أسامة. مبسوط؟ أصبر. شفت الأصوات هذه؟ ركز معي. أنت الوحيد اللي كل 15 دقيقة راح تطلع الكام عندك صوت. أنت أسامة معليش. أنت تلعب بالشرف. لا. أنت ما تصنع محتوى. لازم أحط لك يعني أشياء. لا مجهزها لي. مجهزها لك. ما خلص. لا ما خلص. أسامة ما راح يكون معاك راس. لا ركز معي، توك داخل متوك داخل، لا اصيدك. لا حول انت على طول اول ما دخلت ناصر خشب زيد ناصر. انا راح اوزع لكم يا جماعه لابسكم كلكم، كل واحد بيكون عنده لبسه. خشب زيد ناصر. ها عزيزي المشاهد، راح تستمتع باذن الله اليوم. القوانين كالاتي: ممنوع تدخل غرفتي، ممنوع تطلع برا الفله. ركز معي زين، هذه حاجتين ممنوعه منعا باتاً. تتسلق اماكن بعيده براحتك، بس لو اطلق عليك تطلع برا على طول. الطلقه معناتها انت برا، اذا شفتك عادي، بس اذا انطلق عليك انت برا على طول. كل دقيقتين ب 100 ريال، 24 ساعه 24,000 ريال عليك. واضح؟ ايوه اصيدك مالك ولا ريال. كل شيء ممتاز؟ ممتاز. يرحم امك بدري فلوس، بس صنعت محتوى شوي، اعطيني حقي ان شاء الله باذن الله. باذن الله بحاول. مشاهد ما عمرك قصرت، اخر مقطع من شرطي حرامي وصل 5 مليون مشاهده، فوالله ما بطلب منك كثير. المره هذه بطلع لكم صوره الاشتراك والغير مشترك، تشوفونها نبي نقلب الايه، كل ما جينا نحاول نقلبها رجعت. فاتمنى منك عزيزي المشاهد تضغط اشتراك، والله يعني لك كثير. الله يسعدكم، انسني بالله العمر يبدل ملابسه. يلا وقف نشيك. لا اقول ها، كل دور راح يكون فيه كاميرا فيه. الكاميرا هذه ممنوع تلمسها اي لمسه، الكاميرا زي الرادار بتعلمني توجهك بدايه الجيم. واضح؟ بدر ايش نسيتها يا ابو شايع؟ ها الموسم تو بعدي والله العظيم، من اخر مقطع فورت واللي قبله فورت، بس معلن نذكركم اسكسبي يا جماعه زيد قناه تحت. يا ولد انا اللي ترى مقطع يوم متى مقطعك؟ السبت. مقطع السبت. طيب بدلت، عندنا ضيف والله العظيم لا ابرد قلبي فيه. ليش؟ المقطع اللي فات ما ادري وش سوى، هذا كان احد الاسباب خسارتي. فانت بنفسجي وهو بنفسجي. والله انت ابي اقهرك احمد زياده. إيه؟ تدري المقطع اللي فات شفت الفلوس اللي حولتها للفايز؟ إيه؟ خذ 50% منها. 5000 احلف بالله. احلف بالله اسالك بالمولى. والله خذ نص دقيقه الحين ولا تدفع ولا ريال. ولا ريال ما يدفع ولا ريال. اول ما اشيك الصوص نبدا. واحد ارجع خلاص جوالاتك. واحد اثنين ثلاثه. اول ما اخلص الرصاص بطلع على طول، يعني يمكن 5 دقائق. مودي مودي بسرعة مودي. كاميرات موزعة بالرقم هالآن ونعشق ونعيم الله خير. آه لو وصل أسامة ولا سلطان. آه أحتاج من تسعين نبت. تعال دقيقة. تعال اسمع، النقطة الأولى لازم نفتح الشبابيك كلها. تفتح الشبابيك أنا بنقز في وجهه. النقطة الثانية حلقة جربعة؟ إي بجربع أبو أصبع. إي والله بجربع إذا مرة مرة لحد عشان أدفز. أوكي الثانية بطلع فوق هنا. يا فوق ذي هناك هناك شوف. لا هناك المسجد ذاك. إي فوق في الزاوية. بس أخاف إنك يشوفك من بعيد. ما عليك. أول شيء لازم نفتح الشبابيك. ثاني لازم نزبط غبية. بنشوف لما يطلع. عندي فكرة. اسمع تعال عندي يا ابو عريف،
عندي خطة، عندي خطة. اسمع اسمع اسمع. بوريك بوريك. شوف غرفة إبراهيم. ناظر هناك. غرفة إبراهيم. في بلكونة صح؟ أحسن. شوف في بلكونة هناك. أيوه. في جهة ثانية فيها بلكونة. نطلع من البلكونة ونطلع فوق البيت. روح سويها. فوق البيت. فوق الفلة. جردن. مشينا. فوق الفلة. نحاول. يلا. إذا طاح منه واحد ف. الله يرحمه. الله يرحمه. توكلنا على الله. يلا. بس تعال. تعال. اجلس اجلس. هلا هلا والله شباب منورين. بيس شو باخذ معي درع؟ باخذ درع وباخذ معي درع. طيب وين نزلت انصح؟ بدي مدري. انت كذا زابن؟ ها؟ حلو والله حلو. السلام عليكم ورحمة الله. المحتوى متعب يا جماعة، والله متعب، فأتمنى أنكم ما تقصروا معنا بالدرع. نقدر نطلع فوق ناسنا. فوق من؟ فوق النادي. فوق من؟ فوق الناس. كيف؟ من غرفة مين؟ أحط يدي وتنقز فوق. يا ولد والله ما أموت وأتكسر عشان مقطع. والله ما فيني حيل. خلينا نشوف هنا هنا. في نفسي إبراهيم. وين في أحد هنا؟ في أحد هنا؟ خويكم أنا. الله يخرجك نفسك يا حمار. الله يخرجك. هذا وش جايب معك؟ وش تبيه؟ درع بشري. طف اسكبه 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 بالمفتاح اسكبه بالمفتاح. انا اللي اعرف ان الاب هو الاب هو اللي رفع صوتك عادي عادي. انا اعرف ان هو الاب هو اللي يضحي مو الابن اللي يضحي. انت وليدي لازم تضحي لابوك. تكفى وليدي عشت كثير في الدنيا وذا عشت كثير. انت وليدي توك عايش لازم تضحي. لا ابي لا ابي اعيش حياتي انت. بعدين نشتري استقبال. استقبال السيد. ما شفت شيء هذه البداية. بسم الله. احنا جايين. Shut up clocking. احنا جايين. والله نطالع. والله نطالع. والله نطالع. بلبس خوذتي ولازم يطلق علي ويصيدني عشان اطلع. يعني حتى لو. ركز معاي. في حال اني قلت لك يلي بالغرفة اطلع وما طلعت اذا صدتك بطلق عليك. اذا استسلمت بخليك. وينكم يا شباب؟ يا شباب والله اني صورت عطيتها واحده من بعيد بس وجدت فيه. طيب معناته كله من فوق. ها معناته كله من فوق. ودي اخلص من الحوش اول. اللي في الشجر اطلع. ولا حركه ولا حركه. لا تتحرك الآن. لا تتحرك ولا حرك. أطلع حبة حبة قدامي. حبة حبة. نزل الجوال. شيل الخوذة. شيل الخوذة. مين أنت؟ من ذا؟ أرفع راسك أشوفك. زين. وقف. وقف.
طالع هناك. تعال جوالك نسيته. تعال سد جوالك. بالله توجع والله. اسالك تراك فوقك على طول. لازم نترك. طبعا المسؤول ضيق. فين بالله؟ في فهد لسع. اتوقع دركنا الحوش. في واحد عشر. شفتوه اطلع سفتك الله يقلعك الله يخرسك الله يخرسك ازبن لا تفضحني اخوي ازبن يا من عندي قل لي يا أمه وقتل 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 والله يجب تنتين يا بيو والله يجب تنتين أسامة والله تنتين أسامة تعال اللي بالدور الأول جايكم وركزوا معاي أبدخل غرفة غرفة أبى أقول اللي فيها أطلع إذا طلعت برحمك ما طلعت بطلق عليك أطلع من الغرفة انذار اول اذا ما طلعت بطلق عليك يا شطار خلينا نتفاوض نتفاوض شطار يلا جاي امشي وارفع يدك على فوق كلامي واضح لو طلعت قدامي بخلطك لا تسوي شيء لا تسوي شيء وقف لا 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 شطار صدق تفاوض 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 ارفع سلاحك سلاحي فوق ارفع سلاحك من وين لك سكتون؟ هذا تعرف ما تدخل حبيبي انا استعد حروب تعال اسمع
فوضى تعال تعال. لا لا ما يندرع ما يندرع ما يندرع. نزله شوي شوي اخلط والله والله اخلط سم. لا 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 خل نسوي ديل. طالع عندك نزله بسرعه. اسمع ديل نزله ديل نزله. افعيل افعيل فوق 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 فوق. نزل الجوال نزل الجوال الجوال عشان الجوال. نزل نزل ما جتك ما جتك. نزل نزل ايوه. قفل ريكورد. ما ابغى ريكورد. قفل لا ما ابغى دير. ها انا عندي يد الحين فاضي. طيب انت بس امسك. ها اعطيك اثنين تعطيني سلام. تعطيني اثنين اثنين تعطيني سلام واعطيك الباقي كله. طيب انا بعطيك دير. وش اقسم بجلال الخالق ايوه اني بعد للخمسة ايوه وبرشك بعدها رشة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. أربعة أشوف أشوف. ها ما خلصت. لا 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 يدك فوق. والله العظيم يا سلطان اني ما قبل ترجع لك. لا شوف بالفيلم. شوف لحظة لحظة. بسم الله عليك. شوت يا ولد قاعد احب الله يا ساتر. شوف انا شوف انا هتشت مخرج. لا لا خليك خليك والله تبين بالله كيف الايه والله تبين. اسمي اسمي بس واحد اشوف بها 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 من زاحل عند السرير. لحقت روح يا وسخ. خلنا والله تحول تحول كان نجح اللي بالغرفة متنا متنا إذا طلعت وانت رفع يدك لسامح. إذا دورت في غرفة ولقيتك بطلق عليك. واحد اثنين ثلاثة. اسمع خلينا نتفاهم. أيوة خلينا نتفاهم. اسمع ترى ما عندي خوذة. ارفع لي يدك واطلع. ما عندي خوذة. ارفع لي يدك واطلع. خلاص لان شوي سمعت انه فيها تشات. نعم فيها تشات. ولا غلط مين على من؟ على رب على رب درامك. استسلمت صح؟ خلاص اوصل درعك مع السلامه. خلاص انا كلمتي واحده. شكرا لك. والله يا سدت الروب واحده. كم باقي عندنا؟ باقي عندنا مودي ولد الصغير. باقي عندنا صغير غرفته. ها؟ غرفته يمكن ابو صويح. وين يا ولد ابو صويح؟ مودي مودي صويح متواجد حاليا فوق الفيلا. هذه علامة وقت. طيب خمس ثواني والله لو ما تطلع لا اطلق عليك. خمس ثواني بالضبط. ادين في الغرفه علموني. واحد اثنين ثلاثه اربعه اطلع سلك. خمسه ابيات شت. السلام عليكم. جاكم الموت شباب. افتح الباب افتح الباب. كلام واضح. افتح الباب. ايش فيك؟ افتحه بس. يلا يلا بسرعه. افتح افتح الباب. لا 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 من عندك الغرفه؟ لا لا ما في احد. والله ما في احد. والله ما في احد. يا خرب بيتي احمد. في احد الغرفه؟ والله ما في احد. والله ما في احد. لا لا احمد احمد والله ما في احد.
حجبت ها؟ والله ما بعد حجبت اقسم بالله راح ادق والله ما حدق والله ما حدق والله ما حدق والله ما حدق يلا اطلع برا برا والله حبك يا ربي اللي بالغرفة طيب خمس ثواني ما طلعت من الغرفة والله لا اطلق خمسة بطلق عليك اطلع اثنين طيب لو اطلع السطح واحصلك فيه ابطلق عليك ثلاث طلقات قسما بالله ثلاثة جاي استسلم برو ماني بلابس خونة ماني بلابس خونة ارجوك انا قلت لك ايش قلت لي والله ما كنت اسمعك طيب اقسم بالله ان عندك حل واحد يا انك الله استسلم والله يا انك تعطيني مكان مولي صغير استسلم والله استسلم اعطي مكان احد اعطيك مكان اي حد احد اسمع انا شفته كان في غرفة ابراهيم كنا ثلاثة احنا في غرفة ابراهيم طلعنا من غرفة ابراهيم كذا والله ما بلغ والله ما علق انا اخر واحد ولا اول واحد سامحك بس سامحك ليش؟ باقي مودي ابو شوي مودي ابو شوي والله ماني لابسين والله حرام عليك والله لا والله توجع والله توجع والله توجع ابعد الثلاثة ابو خالد افتح الباب افتح الباب افتح الباب ثلاث ثواني لا والله ما في احد اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ورب الكعبه ما في احد والله لا 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 والله ما في احد والله ما في احد الله يخرج بعد الثلاثه والله لو ما تطلعون واحد انت اخو مودي السريع صح؟ ابى اسوي معك وش تعرفوا ما كلهم؟ عشان اشوف اخذ اتفاق معك ولا لا؟ وش اتفاق طيب؟ تعرفوا ما كلهم؟ عارف وش لك مني؟ حلو 500 دولار لا 500 دولار الجائزة حقتهم ألف دولار هم فزون كم؟ ما بطلعهم الحين مخصطة تقريبا 1000 ريال 2000 ريال بسرعة هم اخر ناس اخر ناس لا بقى ابو سويح تعطيني ابو سويح لك 500 ريال استعجل بروح عند غيرك العرض لك بالحوش ابو سويح بالحوش مودي صغير لا تعرف مكانهم تعرف ماني قايل تعرف صدق ولا لا تعرف صدق والله اول عند نور هناك طيب وينهم؟ 500 دولار لا العالم دي ما تبغى فلوس طيب خمس ثواني اذا ما طلعت في خمس ثواني بطلق عليك والله العظيم واحد على افترى ها خمسه طيب خمس ثواني اذا ما خمسه شفت طيب خمس ثواني والله ما طلعت في خمس ثواني بطلق عليك واحد خمسه قام من مكانه يوم انا جيت هنا معناته انهم هنا اللي بالدولاب اطلع اطلع من الدولاب اطلع طيب لو اروح الزاوية وحصلت هناك والله لا اطلق عليك قلبي اثنين اطلع اطلع انا ولدي انا ولدي يا ابو سويحل انا ابو سويحل فوق ابو سويحل فوق خليك مودي مكان ابو سويحل شكرا ادري انك فوق كلامي واضح معاك يا ابو سويحل ولدي انت ما تطلق على الصغار يا ولدي تكفى لا تخليني انت ما تطلق على الصغار ما تطلق
انا قلت لك ها قلت لك ابو خالد ايوه انه لا بعد انا احسبك الزاويه اللي تقصد اللي هناك والله ترى ابشر ابشر انا اقول لك جد هو مش انا ولدي تو داخل ولا حاطيك ولا حاطيك ولا واضح كلام انت حركت بطلق عليك النار طيب بنزل اللي بتسويه كلاكي بنزل ما راح اتحرك راح اسوي ربحتي كلام طيب يلا تحكي شوي شوي اصبر بنزل على ذي يلا مش هقدرك الفوق كنت بس من قبل يجيني وقرب اقسم بالله اني قزيت راسك والله والله ما حد قال والله شوي يلا طيب اخذه يلا قدام خذ بسرعه دقيقه اجل دقيقه خذ اول شيء ترفع يدك تراك ترفع يدك يا اخي جوي ليش ارفع يدك ايوه روح 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 قدامي 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 هنا يسار اي قدامي ولا تسوي ولا حاجه ولا حركة يلعن أم والله لا خرط أمه حرق ونزل هذا هو الحصان أشوفك راح هناك سوي شوي ترى نطلع المودي اسمع بمويه بمويه حتى بمويه والله كذا ولدي قدامي ولدي قدامي ولدي ولدي ابو شايع ابو شايع والله اني ما اني لابس شورت وقسما بالله ولدي ولدي مع ابوك لا تسكت ابوك ارجع ارجع لا ارجع لا 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 خلاص قايل خلاص خلاص ابد ابد قاعد لازم تجربها تحك بقى بدينا بدري يعني كيف وخر خلاص وصلت انا لا لا ما معي والله ما تعرفه ابو شايح وخر انا طالب كحته بس تك على شكل لا لا قال انها مقالب يوتيوب تطلق علي مره ثانيه ليه طلقت عليك ثالثه لا 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 اللي طالبك ليش الله يرحمك الله يرحمك طيب والله تعبت اقسم بالله طيب باقي بسويحل انا مره خلاص اجمع اقسم بالله تعبت اتوقع الحين وصلت كم 3000 2000 شوف ايش حالك ركض مره والله اني تعبت ابو سويحل اقول لك وين بالسطح وتاكي فوق مليار بالمية وبيطلع ناصر ايوه شفت مكان ذاك بيتسلك حوله حوله وما يدري ترى احنا طلعنا بالاسانسير ريشة غرفة هذا غرفة ركان عرفتها؟ هي. تودي وين دي؟ تودي على غرفة عسوس إذا ما فتحت الباب بطفي الكهرب يا ابن الحلال يا ابن الحلال إعلان ما نفتح لك أبو سويحل عندك؟ إيه النت غرفتي أبو سويحل عندك؟ ما عندي أحد يا ابن الحلال احلف إنه مو عندك أيوه متأكد؟ إيه افتح طيب ما في احد ابن الحلال طيب احلف طيب افتح في احد ابن الحلال ما في احد
احمد ايش فيك انت؟ ما في احد؟ ما في احد. طيب اذا طلع في واحد بغرفه بس انا بطلق عليك انت بعد. اطلق عليك. ما في احد. ما اقول انت ماني فاتح لاحد قايل لك ماني فاتح. يلا 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 اطلق علي اطلق علي انا مت انا مت. وانشوت وانشوت والله اني وانشوت. وانشوت. اللي ما يعرف راه كان ان الدريشه لها صوت. وش الدريشه لها صوت؟ خير وصلنا لنهاية المقطع وانا تعبت. اسالك بالله انا طالب الطلبه لو رصاص خلص المحبوب. الى هنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه المقطع نقول الف مبروك بس انك يعني صدت في الاخير صدت بس انا تعبت اسامه لا تعبت انا ركضت وانا ركضت في الاخير انا ما في مشكلة ما في مشكلة إلى هنا يا جماعة الخير وصلنا نهاية المقطع الله يسعدكم أتمنى استمتعتوا والله تعبنا تعب مو طبيعي اللايك تحت والاشتراك قناة أبو سويحل برضو تحصلونها تحت ونشوفكم إن شاء الله في مقطع آخر والطلب في الأخير يا أخوان لا تنسون الاشتراك قول والله الاشتراك واللايك يا جماعة أهم من الاشتراك واللايك تعبت السلام عليكم يا جماعة يا رب استمتعتوا بمقطع اليوم ما بطول في الختام أتمنى والله أنكم استمتعتوا حاب أقول لكم إن الآن الساعة 9 بالضبط بيكون في بث حياكم الله الرابط تحت نورنا بتويتش خلونا نسولف معاكم شوي مع السلامة.